يا مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا. النهارده حلقه جديده من برنامج هو وهي، هكون معاكم انا خلود وزمايلي في الاستوديو غريب وذكرى. اهلا بيك. ازيك يا خلود؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اهلا بيك يا خلود. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك. هبدا الحلقه النهارده طبعا بتهنئه جمهور نادي الزمالك بفوزه امبارح الكبير على نادي بيراميدز 3-2. طبعا قدم امبارح الزمالك ماتش كبير جدا واستطاع ان هو يجيب 3 اجوان بلعبته الرجاله جدا، كان عندهم روح واصرار كبير في تحقيق الفوز. طبعا اللي جاب الاجوان امبارح زيزو وسيف الدين الجزيري وطبعا الاباتشي العالمي شيكابالا. انا عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، بس محمد امبارح كان اهلاوي واعلن ان هو بقى زملكاوي امبارح. لا انا متفوق، فاحنا يا ريت بقى نبارك له بقى على الهوا ان هو بقى زملكاوي زينا. حبيت اكمل فرحتكم، يعني حسيت انتم فرحانين بقالكم كتير على الفرحه. خلاص انت زملكاوي مفيش نقاش في الموضوع. جاي لابس ابيض وجاهز. تمام اعتمدنا يعني. لا طيب. مفيش نقاش في الموضوع خلاص. طب مش هتباركي للزمالك بما انك زملكاويه عصيبه انت كمان؟ يعني تقدري تباركي على فكره وافرحي، يعني اتبسطي، دي حاجه حلوه يعني. لا طبعا مبروك لينا ومبروك لكل جمهور الزمالك، وخلاص الكاس لينا وكمان الدوري لينا، فالف مبروك ويا رب دايما كده في نجاح وفوز ان شاء الله. طيب النهارده احنا عندنا حلقه قويه جدا جدا جدا، وكالعاده فهو وهي احنا دايما بنتطرق في الحديث للمشاكل اللي بتقابل معظمنا، علشان زي ما اتفقنا نحاول نحل المشاكل دي وما يكونش في البيوت وبين الناس وبعضها اي نوع من انواع الخلافات اللي تخلي الحياه اسوأ. يعني بيبدا الشخص حياته انه بعد ما بيخلص كليته او جامعته بيبدا يفكر في شغله، وونس ان هو لقى شغل كويس بيبدا يفكر في الجواز. طيب بيبدا يتعرف على ناس كويسين ويستحسن بنت صفاتا واخلاقا وبعدين يروح يتقدم لها. بيبقى الكلام كله سلس واشترينا راجل وبتاع والكلام اللطيف ده، وبعد كده بيجي النقاش في نهايه فتره الخطوبه عن القايمه. ناس كتير جدا جدا الفتره اللي فاتت اتكلمت على الموضوع، ولكن احنا هناخده بمتناول تاني. الصح بتاع الموضوع ده فين واتعمل ليه؟ صح. فخلينا نسأل خلود. يا خلود، من وجهة نظرك القايمة حلت ولا ضرت؟ بص، هي القايمة زي ما ناس كتير أكدت الفترة اللي فاتت إن هي لأ، هي حاجة بتضمن حق البنت ومفيش جدال على الموضوع ده خالص، بس هي ممكن تكون بتضر الفكره، يعني ان هي يعني بعض الجوازات بتيجي عند يوم كتب الكتاب والموضوع بيبوظ بسبب ايه؟ ان اهل البنت ممكن يكونوا طالبين حاجات زياده مثلا يضيفوها على القايمه، حاجات مش موجوده. في اهالي بتبقى محتاجه يعني شيكات وصلات امانه امديلي على حاجات معينه، فالحاجات دي اللي ممكن تكون بتعمل مشاكل. لكن هو الراجل برضو ممكن يكون بياخدها يعني ان انا محل ثقه، انتوا ازاي هتدوني بنتكم مثلا وعايزين تخلوني اكتب حاجات مثلا كتير او حاجات مش موجوده، فالراجل ممكن يكون واخد بياخد الموضوع بشكل يعني ايه اللي هو على كرامته شويه. بس انا بشوف لا، هو حاجه يعني حاجه حق من حقوق البنت لازم تضمنها، ودايما يعني لما ندخل على نبقى مقبلين برضو على خطوه الجواز وكده، ما نفكرش دايما برضو في الأسوأ اللي هو الطلاق، ايه اللي هيحصل؟ ما انت ممكن تطلق بنتي، ممكن تسيبها. احنا في النهايه برضو بنشوف الشخص اللي احنا بنتعامل معاه، هو ده اللي بنحدد على اساسه الطلاق او كده، اللي بنحدد على اساسه كويس او كده. لكن يعني مش بنشوف اللي هو الموضوع من ناحيه، مش بنشوف الموضوع من ناحيه السلبيه، بنشوف دايما الموضوع من ناحيه الايجابيه، الشخص كويس، الانسان محترم. فالاهالي برضو اهالي البنات مفروض يكونوا مقدرين حاجه زي كده، ان انا لا اكتب كل حاجه في المعقول او اتعامل مع الموضوع ان انا افكر في الشخص اللي قدامي، وبناء على كده احدد يعني ايه طلباتي بتبقى في المعقول بتفكير كويس. طيب حلو الكلام. طيب خلينا اسالك سؤال يا ذكرى، لو احنا مقبلين على الجواز وقدامنا كيس وناويه ان انت تنصحيهم تقولي لهم الصح فين بالنسبه لموضوع القايمه، هل القايمه هتكون من وجهه نظرك يعني الضمان فعلا لحق البنت؟ طب غريب، استاذنك بس هقطعك، معانا اتصال تليفوني من فضيله الشيخ اشرف حمزاوي عضو لجنه الفتوى بالازهر الشريف. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا مرحبا يا استاذ. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا رب العالمين، يا رب وبارك في المشاهدين جميعا يا رب العالمين. امين يا رب. امين يا رب.
ممكن نعرف الموضوع دينيا، القائمة قائمة المنقولات بتاعت الزوجة دينيا الموضوع بدأ من ازاي، وده حل ام حل قانوني ام حل شرعي، ام يعني ايه الموضوع؟ نفهمه بس نوعي المشاهدين بيه يعني. طب يا استاذ محمد، احب الاول ارحب بالساده المشاهدين وجميع المستمعين في قناه الصحه والجمال، ويسال الله تبارك وتعالى ان يصلح احوالنا وان ييسر لنا امورنا جميعا يا رب العالمين. اللهم امين. بالنسبه لقائمه المنقولات يا استاذ محمد، ايوه، قائمه المنقولات هي امر مستحدث، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عهد الصحابه. لان الاصل ان الزوج يعد مسكن الزوجيه للزوجه بجميع مشتملاته. يعني الزوج يعد مسكن الزوجية للزوجة بجميع مشتملاته. ثم بعد ذلك يدفع مهر إلى الزوجة. والمهر حق للزوجة. لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمهر حق لمين؟ حق للزوجة. فلما أتت يعني في الأول بيحصل إن هو بيديها المهر تشتري اللي هي عايزاه. الأصل إن هو يديها المهر. وهو يعد مسكن الزوجية كما يشاء وما كان في استطاعته. الأمر باستطاعته يعد مسكن الزوجية كيفما يشاء من الألف إلى الياء. يعد مسكن الزوجية من غرفة النوم ومن إعدادات المطبخ ومن ملازم الحياة الشخصية لمين؟ للزوجة. ثم بعد ذلك المرأة تأخذ مهرها. تأخذ المهر لها. قال هذا المهر أو كسر، لأن العلماء قالوا لا حد لكثرة المهر ولا قلة له. الموضوع على حسب استطاعته يعني. على حسب استطاعة الزوج. على حسب استطاعة الزوج وعلى حسب قبول ولي الزوجة. طيب. على حسب. ورأي الشرع في قائمة المنقولات إيه يعني؟ هل قائمة المنقولات أمر استحدث. استحدث لما اختلت الموازين، فأصبح هناك ارتفاعات في سقف المعيشة الزوجية بالنسبة لكل من الطرفين الزوج والزوجة. وأصبحت التكاليف باهظة، فأصبحت الزوجة تعاون الزوج في إعداد مسكن الزوجية. وعشان كده اتعملت المنقولات اللي هو ده لا قدر الله حصل انفصال. اتعملت المنقولات لأن هي أصبحت حق لمين؟ للزوجة. حق للزوجة. فلذلك الزوج قائمة المنقولات تعتد أمانة عند الزوج. تطلبها الزوجة حيثما تشاء وإذا أرادت في أي وقت. لأنه حق للزوجة. لذلك هي بمثابة الأمانة عند الزوج. لأنه صار كمهرها. فترد للزوجة متى طلبتها. يبقى الأصل لو رجعنا احنا الأصل الناس كلها ترتاح، وترتاح المعيشة طبعا. الزوجية. ويرتاح الزوج والزوجة في معيشتهم، إن الزوج يعد مسكن الزوجية بما استطاع الى ذلك سبيلا، ويعطي للزوجه مهر المهر. ثم بعد ذلك ليس هناك قائمه منقولات، وتلغى قائمه المنقولات. وانا شايف ان هي يعني حصلت مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، فحبينا نسمع راي الدين من فضيلتك طبعا، فيعني عشان نوعي المشاهدين الصح ايه في الموضوع ده وننهي النقاش في الحته دي. كثير ما تحدث المشاكل بين الزوجة والزوجة بسبب المنقولات. طبعا طبعا. وترفع هناك دعاوى تبديد منقولات، مرارا وتكرارا سمعنا مشاكل تغيير في المنقولات، والمحاكم ضجت بالمشاكل الزوجية ما بخصوص هذا الأمر. لأن في أقل المشاكل بيبدأ صراع اسمه صراع مادي ما بين الزوجين، الزوج والزوجة. شكرا لفضيلة الشيخ، ده كان رأي الدين في 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 حتة المنقولات بين الزوج والزوجة يعني. طيب خلينا نرجع لسؤالي معاك يا ذكرى. أنا عايز يعني أفهم وجهة نظرك في الموضوع، يعني أنت شايفة الموضوع مع الست فادها ضرها، يعني شايفة الموضوع إزاي؟ وجهة نظرك فيه إيه؟ لا هو الموضوع في ناس كتير بتقول إن هو وحش عشان خاطر اللي هو أنتوا شايفين الجواز ده صفقة، أو إن إحنا يعني إحنا بنشتري، أهم حاجة إن يكون هم يعني مبسوطين مع بعض، ما فيش يعني موضوع القايمة ده يعني بلاش ان هو يكون من حق الزوجه،
بس لما نزل يعني البوست اللي اتكتب اللي هو موضوع ان هو يلغوا القايمه ده، كان في يعني الرجاله كانت عامله ثوره ان هو ليه نعمل كده وليه احنا مسؤولين ان احنا نجيب كل حاجه ونتكفل بكل حاجه، لان في رجاله كتير ما بتعرفش ان هي يعني تكمل بسبب الموضوع ده. كانت معاهم يعني زي ازمه. يعني انا برضو مش يعني مع الست في الموضوع يعني في الحته دي، عشان برضو ايه في ناس ممكن تتفرج تقول لا انت مع الست وبتقول ان دي حقوقها وان هي لازم يبقى القايمه او كده. لا انا في موضوع لما اتلغى الموضوع ده كنت شايفه ان برضو عبء كبير قوي على الراجل اللي هو يجيب كل حاجه، لان في ناس جوازاتهم بتقف بسبب ان هم يعني حاجات بسيطه مش عارفين يكملوها في البيت. فكنت شايفه لا، ان القايمه هي من حق الزوجه وان هو صح ان هي تكون يعني حقوقها وبتضمن لها حقوقها، دي مش حاجه عيب ولا تعتبر صفقه، يعني دي حاجه لا بالعكس دي حقها ويعني مطالب بيه. طيب دي وجهه نظر ودي وجهه نظر. طب احنا عايزين بقى نسمع وجهه نظرك انت يعني عشان راجل، يعني انت ايه رايك برضو في موضوع يعني انت لو ان شاء الله ما تيجي تتجوز ولقيت برضو يعني بوالد الزوجه حب برضو ان هو يعمل قايمه او يقول لك حاجات اضافيه او انت ايه رايك؟ طيب انا هقول لك انا هعمل ايه، بس خلينا الاول نبدا النقاش من ورا شويه. يعني ايه اللي خلى فيه كده اصلا؟ يعني هو زي ما فضلت الشيخ وضح من شويه ان الموضوع كان الراجل هو اللي بيتولى مسؤوليه الموضوع. طيب حصل نوع من انواع انا من وجهه نظري حصل نوع من انواع الاستسهال من عند الراجل. اوكي. وطبعا معظم الابهات او اللي عنده بنت نفسه انها تتجوز ويفرح بيها وبتاع بيسهلوا الامور يعني فبيبقى الله ينور عليك. فبدا يجاري الزوج اللي استسهل. وفي مثل بالانجلش كده بيقول لك ايزي كام ايزي جو، يعني اللي يجي سهل بيروح سهل يروح سهل. فهنا حصلت المشكله بقى ما هو مش كل الناس كويسه برضه، ما هو في مثلا ابهات لبنات استغلاليين ووحشين، وفي منهم اللي عنده دوافع امنيه عاليه جدا هو بيامن بنته بقى بالشكل ده وماديا وبتاع. امثله كتير بنشوفها ووجهات نظر من كتر ما شفنا رجاله ممكن تكون عملت مشاكل أو. ولكن الصح صح ولا جدال عليه. الراجل بدأ حياته، خلص دراسته، اشتغل، اقف على رجلك، ابدأ جهز فيما استطعت. يا باشا قول لو حصيرة بالبلدي، ما في ناس يعني في بيوت كتير موجودة في آخر كل منزل كده. ما هو كل واحد وقدرته. النهارده انا اشتغلت واجتهدت وعملت كذا 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 ماشي، ما انت ممكن برضه هو يروح يتقدم هكمل لك. طب وجهه نظري، طب هكمل لك وجهه نظري. فيبدا الراجل يجهز نفسه كويس وبعدين يروح يتقدم. طيب انا شايف انها ما تبقاش قايمه ورق، لو حابب يبقى على سبيل المساعده وتردها على طول، مش لازم تستنى ان يحصل مشكله ويبقى طلاق وبتاع. تمام فهماني. انما هو الموضوع بدايته ايه؟ استسهال. فاستحدثنا على رأي الشيخ قائمة المنقولات، فبيتم استخدامها من أحد الطرفين بشكل غلط، سواء كان من هنا سواء كان من هنا. فأنا ده وجهة نظر يعني. وبنشوف بقى مشاكل كتير في المحاكم بسبب هي ليها إيه وكاتبة إيه وعليها إيه وبتاع. وقولي لي وجهة نظرك في الكلام. لا انا حاسه يعني انا الدنيا بقت غاليه دلوقتي جدا، فانا ما اعتقدش برضو ان واحده يعني افرض هو راح حب واحده مستواها مثلا عالي شويه او ما اكيد هي مش تقبل ان هي تتجوز بامكانيات قليله وهي في امكانياتها ان هي تجيب حاجه كويسه. ماشي اوكي، ما انا بقول لك في الحاله دي في الكونديشن ده ناخدهم على سبيل السلف على سبيل ال 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 ما هي بقى ما هو هيبقى عايز يأمنها في الاول يعني حق الحاجات اللي انا جبتها لا دي حاجات بنتي يأمنها. الجمله دي بقى انا هقف عندها خلود شويه. هل من المنطق ان انا لو مش شايف ان انا هدي بنتي اللي هي اغلى من الفلوس لراجل انا مش مأمنه الفلوس اللي هتأمنها؟ لا اكيد لا، بس يعني هي دي حاجه يعني من يعني قديمه ويعني هي عادات وتقاليد يعني اتربينا عليها، وبرده هو اب ولازم يطمن على بنته ويضمن حقوقها، فيعني طبيعي ان يعني حاجه زي كده تحصل. حلو. طب لو هي برده كلامك هقول لك على حاجه، لو خلينا الراجل هو اللي قام بالمهمه كاملة زي ما تعودنا وزي ما شفنا في كتب لا ما بيكتبش حاجة يعني. فهمتي قصدي؟ ما بقتش في مشكلة. طب خلاص هاته كل حاجة. ما ايوه ما ده صح. الفكرة فعلا ما هو انا مع ده. كل حاجة دي مش معنى كده ان انا اجيب بقى
افرش بيتي فوق استطاعتي واستلف واعمل واسوي علشان واحده واحده. ماشي، ما الظروف برضو الاقتصاديه برضو صعب ان الشاب برضو يبقى بادئ حياته ويجيب كل حاجه من بيت لعفش الاساس لاجهزه كهربائيه لفرح ده البنت يعني بتكون كتير. بتساعد وهم ما بيكونوش عارفين يتجوزوا يعني مثلا في ناس اعرفهم كتير قوي كاتبين كاتب كتابهم من سنين ومش عارفين يكونوا في بيت واحد بسبب ان هم مش عارفين يجهزوا بيساعدوا الجهاز مش عارفين يكملوه وهي كمان مساعده يعني حلو. فالموضوع صعب. حلو، يكملوا ايه؟ جهاز اللي هو ايه؟ في اوقات كتير بصراحه بيبقى في حاجات زياده. بنبالغ يعني احنا بيوصل مع انا شفت جوازات باظت بسبب والله العظيم ثلاثة ال هو شايف ان انه معانا اتصال تليفوني. معانا اتصال تليفوني. ايوه هالة. ايوه حضرتك، السلام عليكم. اهلا يا هالة. عليكم السلام. اهلا يا هالة. ازيك حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل انت متزوجة؟ مش متزوجة وليا 9 اشهر وزوجي يعني خد مني الطفل ومضاني ساعتها على اصالات امانة بحيث اتنازل عن الجايمة اللي انا جايباها، حاسس ان انا جايباها يعني اتنزل عليها ورفع عليها سكينه. بالراحه بالراحه يا هاله. هاله عايز افهم بس بالراحه، انت متجوزه من 9 شهور؟ متجوزه. وحصل انفصال؟ لا هو لسه ما طلقنيش على ذمته، لسه خد الطفل بس. هو خد الطفل. اخد من الطفل، كنت لسه ما ولدها لي وشهر 5 ايام. وهو مضاكي على اصالات امانه علشان القايمه قائمه المنقولات. مضاني على اصالات امانه بحيث اتنازل عن الجايب الحاجات اللي انا جايباها في جهازي. قصاد ان هو يديك الطفل يعني ولا دي حاجه ودي حاجه؟ لا ما يدينيش الطفل بحيث ان هو ايه ما ارفعش عليه الجايمه عشان ان هي الجايمه جبل الطفل، يعني لما اتنازل عن الجايمه واخد الصفر. وقلت له انا اتنازل عن الجايمه واديني الصفر، راح قال لي لا انا مش هتنازل عن مش هتنازل، خليكي تتنازليش عن الجايمه وهاخد الصفر وهاخد حاجتك واعلى من خلقك اركبيه. طب عايز اسالك سؤال يا هاله. القايمه اللي انت كاتباها بينك وبينه هي القايمه بالحاجات اللي انت جبتيها فعلا ولا فيها حاجات زياده؟ لا حاجتي، وكمان انا في حاجات ما كاتباهاش عشان قلنا ان هو هيصوني. فلا بالعكس، اول ما اتزوجت يعني بعدها باسبوع وفضل يعني يبهدل فيا وبيضرب فيا ويتلم عليا انا هو واهله يضربوني حتى وانا حامل برضه. يعني كانوا بيضربوني وكانوا مش عايزين يكشفوا لي. بصي هقول لك على حاجه، بيبهدلوني يقولوا انت كل شويه بتروحي للدكاتره عشان يكشفوا لك يعني وترمح على الدكاتره. بس ولما قلت ارد على ابوه لقيت ابوه بيقول لي يعني عندنا يعني احنا صعايده بنجيب يعني حاجات يعني ايه يعني رز ومكرونه الحاجات دي. لقيت والده بيقول لي انت ازاي خلصت حاجتك وانت في الشهر السابع؟ الحاجه حاجتك تقعد لمده سنه ونص. وهم الناس يعني مبسوطين. واول ما الطفل ولدته ولسه كنت في الشهر قصدي اول ما الطفل ولدته وكنت في اليوم الثاني الطفل زادت عندي الصفر درجه 12. رحت قلت له استكشف له، راح قال لي انا ما معيش فلوس ادفع له 1500 في اليوم في الحضانه. فضل يزعجني ويضرب فيا. بص يا هاله اسمعيني، وبعد ما تسمعيني يعني شكرا ليك الاول هقول لك الصح ايه، وبعد ما تسمعيني ابعتي للصعايده الفيديو ده يمكن ربنا يهديهم. الست مستلزماتها واحتياجاتها وامانها وعقلها كل حاجه تخصها، هي مسؤوله تمام المسؤوليه الكامله زي ما كانت في بيت ابوها في بيت جوزها، من علاج، من مصاريف، من احتياجات، من مشاعر، من 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 تغذيه عقليه، من كل حاجه، من اي تو زد. طالما احتاجت نوفي في استطاعه الزوج والجائي. وحلي للناس، حلي روحي الناس كبيره تحل، خدي باباكي وروحي المحامي وشوفي الصح ايه وما تسيبيش حقك يا بنت الناس. ده مثال لاستغلال القايمه في ان احنا نعمل مشاكل. ده مش مشاكل عاديه، ده هو كمان واخد الطفل. واخد يعني الطفل. طيب. ده يعني الطفل ده لسه مولود. ارجعي بقى 10 خطوات لورا كده، مش محاكم كمان وكده، لا ده واخد الطفل نفسه يعني. ارجعي 10 خطوات لورا كده يا ذكرى. لو كان الراجل هو اللي جهز كانش حصل اي حاجه، دي حاجتك وخلاص. لو حصل الانفصال يعني انا حبيت اثبت لكم بس مثال حي اهو ان لا هو هي من هنا جت القوامه بتاعت الراجل يا خلود. صح؟ ايوه صح. طيب في الحاله في حاله استغلال الاب بابا البنت
لا يعني مثلا بيبقى العريس مثلا قوي ماديا وقوي اجتماعيا وبتاع وشايف ان هو تمام. شفنا امثله كتيره جدا جدا زي ما انت ما قلتي شيكات وصلات بيمضوا فعلا. احكي لي بقى تقولي لهم ايه الناس دي؟ بص هو انا عايزه اقول حاجه مبدئيا كده، الراجل اللي بيبقى شاري بيعمل مستحيل عشان خاطر مراته او حبيبته تبقى معاه، والبنت برضو لما بتبيع او تقول ان هي خلاص عايزه تتطلق عايزه تنفصل خلاص، ممكن يعني لو عامل لها ايه هي مش عايزه اي حاجه قدام ان هي خلاص تسيب الشخص ده، ده اذاها ده جرحها كده. بالنسبه للشيكات يعني الموضوع يا جماعه انت مديله زي ما محمد قال برضو انت مديله بنتك، شيكات ايه اللي احنا هنتكلم فيها اللي ايه ايه اغلى من ان انت مديله بنتك ضناك يعني. فما فيش حاجه اسمها شيكات. لو خدنا الموضوع فعلا زي ما الشيخ قال بشكل ديني، حتى لو حصل وفعلا ظروف اقتصاديه خلتنا نساعد بعض في موضوع الجواز في الالتزامات في العفش في الحاجات التجهيزات دي، نساعد بعض ونكتب ماشي قايمه بس برضو بعقل وبحكمه وما نجيش على بعض. حصل انفصال يا جماعه لازم برضو يكون في برضو اسلوب محترم، احنا ناس برضو تربينا وكلنا مع بعض عيش وملح بينا عشره، لازم يكون انفصال بشكل محترم وبشكل ان الحياه بعد الانفصال او اما يجي المشاكل اللي بعد الانفصال بتبقى دايما بتدل على تربيه الشخص نفسه. يعني ما ينفعش مثلا زي مثال اللي كانت بتتكلمنا دلوقتي بتقول الطفل، يعني الطفل ملوش ذنب، بلاش الولاد ندخلها طرف في اي موضوع او في اي مشكله بتحصل بين الزوج والزوجه، هو ملوش ذنب، طفل لسه بيبي محتاج مامته وهي يعني هو هي اصلا حضنه يعني هو ده من حقها ده لسه سواء يعني واخده عنده. ما هو ده المثال السيء للزوج يعني خلينا معترفين. معانا شيماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ انا حضرتك عجبني الموضوع اللي حضرتك بتتكلموا فيه ونفسي على اوجه رساله لان انا يعني اتفضلي طبعا متضايقه من كل اللي بيحصل كده. اتفضلي يا شيماء. بص حضرتك اولا هو الزواج ده بيقوم على ايه؟ على المعروف والموده والحب. مظبوط. اولا لا بيقوم على مثلا انا جايب عفش ايه ولا هو جايب شبكه بقد ايه ولا جايب قد ايه. اهم حاجه ان الشخص اللي هو اتاكم اذا من اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني اهم حاجه الدين. مظبوط. ده اول حاجه. تاني حاجه تربيته، هو متربي كويس، مش لازم يبقى معاه واو معاه فلوس معاه هيجيب لي هيعمل لي هيعيشني في مستوى، لو في قدرته مفيش ما يمنع، ما هو في الاخر ده بيته. بس لان الشباب دلوقتي برضه كان عايزه اتكلم، انا واحده ست ومتزوجه بقى لي 13 سنه بس انا بتكلم ان الشباب دلوقتي عايزه تتجوز ومش عارفه، عايزين بيجيبوا قمه حاجات قد كده. هي دي اللي مش عارفه بسببها يا شيماء. انا مش بصي هقول لك على حاجه، الحلال سهل وقريب. احنا اللي مصعبينه على نفسنا. يعني النهارده احنا ايوه. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، انا البنت عندنا في المنطقه اللي احنا فيها بتتجوز، عايزه اقول لك بتجيب يعني ثلاجه ديب فريزر، بتجيب البوتاجاز مثلا وهو في فرن، لا لازم يعني في بدايه الحياه مش لازم تلاجة ودي فريزر يا ست قدرت ماشي. ده عايز اقول لك في المنطقه كمان عندنا بيجيبوا المولد الكهربائي تحسبا قال لما الكهرباء تقطع قال لي ايه قاعدين في عينيها مركزه والله العظيم بجد مستنين يعني الكهرباء تقطع كمان غسالتين ثلاث غسالات حاجات فوق ما تتخيل بيقطموا ضهر الواحد. لا لا ليه 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 ما هي دي هي دي العادات والتقاليد والموروثات الخطا اللي هو انا بنتي مش غلط. وده مش الا بالعكس لا دي ظهرت مؤخرا دي يعني زمان او يعني قبل كده ما كانش بيحصل الحاجات الاوفر اللي انا بشوفها دلوقتي لكن دلوقتي بقت الحاجات دي لازم اكيد لازم تبقى موجوده. ليه بقى؟ انت منين يا عشان مظاهر. انا من شبرا الخيمه من عزبه يعني عاديه خالص شعبيه عاديه خالص. بس عايزه اقول لك هنا عندنا الام لو مثلا ام وبتربي ايتام وعايزه تجوز بنتها بتضطر تعمل على نفسها وصولات امانه وتخرب الدنيا. لا 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 دي بدايه الحياه. جهاز قد كده والناس ما تاكلش وشها. لا غلط طبعا يعني لا غلط طبعا. ورساله مني لكل اللي بيسمعنا يا جماعه محدش يبدا حياته بالدين، مش منطق. بتحملوا ليه اهاليكم ونفسكم فوق طاقتكم؟ بقدر استطاعتك جهز نفسك وخلاص. يعني قدرت على فرشه وتلاجه وبوتاجاز كان بها الحاجات الاساسيه تلفزيون وخلاص وابدا حياتك وكمل وربنا يكرمك ويسع واجتهد واشتغل لحد ما يبقى عندك يخوت وقصور
لكن الحياه ما بتديش يعني، حتى الاجانب ما بيعملوش كده يعني، ما فيش ما يمنع ان انا اخش بيت مؤهل للعيشه الادميه يعني. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما وصانا وصانا ان تاخد بالك منها. طب معانا استاذه غاده العرجاوي محامي بالنقد والدستوريه العليا. الو الو، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايزه اعرف ايه نوعيه المشاكل اللي بتيجي لحضرتك، والقايمه دي كانت سبب في زياده المشاكل ولا ان هي المشاكل تقل؟ لا والله يا فندم، مبدئيا كده القايمه دي سبب مشاكل لو الناس ما اؤتمنتش وراعت ربنا وعملت بالموده والرحمه والعشره الطيبه. ربنا قال وجعلنا بينكم موده ورحمه. بتبدا الخلافات بتحصل لما بيبدا في اختلاف وجهات النظر وعدم يعني عدم التنازل، وكل واحد بيتمسك برايه. ودلوقتي الظروف مختلفه وكل واحد ليه وجهه نظر بيحاول يتمسك بيها، ما بيبقاش في تنازل شويه عشان الحياه تمشي. لان طبيعي انا مختلفه عن حضرتك، انا متربيه في بيئه وبظروف مختلفه، وحضرتك متربيه في بيئه وبظروف مختلفه وبتعليم مختلف. فلما بيجمعنا بيت واحد لازم بيبقى فيه اختلافات، ده طبيعي. دي سنه الحياه الاختلاف. بس لازم مع الاختلاف دي عشان الحياه تستمر لازم كل واحد فينا يتنازل شويه، فمن هنا بيحصل الخلافات وبتؤدي لوجود مشاكل، وبتؤدي بعد كده ان احنا نوصل لمحكمه. لكن الاول لازم اعرف المشاهد ونفرق ما بين حاجتين، ان اساسا القايمه دي ما كانتش ليها اي دعوه واي صله بالحقوق الشرعيه للزوجه. الناس توصلت ليها مع العرف ومع الوقت مع مشاركة الزوجة في تجهيز قائمة البيت الزوجية. إن الأصل إن الزوج هو اللي بيقوم بفرش وتجهيز الحياة الزوجية. الزوجة بتروح معززة مكرمة من بيت أهلها لبيته، وهو بيقوم بكل مستلزمات الحياة طبعا على حسب قدرته واستطاعته. بتزايد الحاجات وتزايد التكنولوجيا وتطلع الناس، والناس بتبص لبعضيها، وانا عايزه ابقى زي فلانه، وانا عايزه ابقى زي فلانه. للاسف ده حصل مؤخرا بشكل كبير جدا، ودي يعني اللي بقت مأثره على الناس كلها، والناس بقت بتسعى وفي سباق ان هم كلهم لازم يبقى ده اعلى من ده وانا جايبه احسن من دي. دي كلها عادات ملهاش دعوه بقانون خالص، دي كلها عادات الناس بتكتسب من مكان لمكان ومن بيئه لبيئه. فمن هنا ابتدت الناس توصل لانها توصل لحاجه اسمها قائمه المنقولات الزوجيه. قائمه المنقولات الزوجيه دي في الاصل دي في القانون الجنائي، دي عقد من عقود الامانه، كانت بيسري على المعاملات الماليه بين الناس. لما ابتدت الزوجه تشارك في الزوج انها تاسس الحياه الزوجيه وتشاركه في اساس بيتها، فابتدت ضمان، ده كده ملكيه خاصه، دي فلوسي وفلوس اهلي، انا هروح بيها لمنزل الزوجيه، فانا بسلمها لك على اساس ايه؟ عقد من عقود الامانه. فابتدينا من هنا نعمل قائمه المنقولات الزوجيه، تبدا الزوجه تشارك بالنص بربع حسب الاتفاق. ده لو كان قائمه المنقولات الزوجيه ده كان قانون ملزم كان هيبقى ليه شكل محدد وكان كله هيلتزم بيه. القانون ليه خطوات ملزمه للكل عشان اقوم بيها. والقانون اتلغى ولا لسه مفعل يا سياده المستشاره؟ نعم يا فندم. القانون اتلغى فعلا ولا لسه مفعل؟ لا يا فندم، ده قانون جنائي ما ينفعش يتلغي. ده قانون جنائي، يعني مفيش حاجه اسمها القايمه اتلغت، يعني الجمله دي خطا يعني. لا خالص، ده مجرد ترند كده طلع على السوشيال ميديا وابتدت الناس تتداوله بحكم ان المصري الشعب المصري عنده روح الفكاهه، وابتدى من واحد للتاني، لكن هو ملوش اي صحه في الواقع. ده قانون جنائي ملوش دعوه بالاحوال الشخصيه خالص ما يخص المراه. لو كان تبع المراه كان نزل تبع محكمه الاسره، لكن احنا بنقول قائمه المنقولات الزوجيه عقد من عقود الامانه في القانون المصري بينص على اثبات استيفاء حقوق الزوجه بعد الطلاق. ايوه، امتى بقى بنستخدمه؟ لا قدر الله لو وصلنا مرحله الخلاف، بتضمن بقى للزوجه حقوقها الزوجيه اللي انا اشتريته والاهل اشتروه، دي فلوسي بضمنها ازاي؟ عن طريق عقد الامان، عقد قائمه المنقولات الزوجيه اللي انا بوصل بيها اقول لك انا شاركت معاك في كذا اللي انت كنت مفترض تقوم بيه، فانت واخده مني على سبيل الامانه فلازم ترده لي حين الطلاق. كتر خيرك، شكرا سياده المستشاره. شكرا لحضرتك جدا. خلينا نرجع لموضوعنا تاني، ان تم استغلال الوضع بشكل سيء ادى المشاكل وخراب بيوت كتير جدا. انا عايزك تقولي كلمه للبنات اللي يعني داخلين على الزواج او خطوه الزواج او بيجهزوا نفسهم او 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 او, أو. تقولي لها ايه بحيث ان هي توفق بين خطيبها او بين طلبات اهلها؟ الله ينور عليك.
انا عايزه اقول لك حاجه، لان عقليه البنت هنا مهمه. ما انا بقول لك برضو حاجه، البنت دلوقتي بقت يعني غير طلبات اهلها، هي كشخصيه ليها طلبات اصلا بعيد عن القايمه والحاجات دي، بقت عايزه حاجات اللي هي بقى حاجات الفرح، فستان عند مين والميك اب عند مين. البنت نفسها اصلا بقت عايزه باكج اصلا يعني بعيد عن هي شايفه عن ما, بابا خالص. ما هي برضو دلوقتي بتشوف حاجات على السوشيال ميديا 24 ساعه، اي واحده بتتجوز تأثير اكيد السوشيال ميديا بقى بيخليك لا انت عايز تعمل حاجات كتير. تسلم يعني انت بتقول لها سلمي دماغك للي بتشوفيه؟ لا لا طبعا، لا 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 ما تسلميش. طيب. لا ما تسلميش دماغك طبعا. طب معانا تليفون من الحاجه سعديه. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. انا موجوعه في ولديني، ولديني واحده اتجوزت من 17 سنه ومعاها اربع عيال، وبعد كده بصت الست عشان جابت عربيه، وليه انا ما جبتش عربيه وهي جابت عربيه؟ انا هعمل زيهم. وراحت واحده خلعت ل 17 سنه معاها اربع عيال، والتانية اللي معاها عيلين برضو راحت ايه، راحت الطلاق بعد ما ابني عمل لها مشروع وعمل لها كل حاجة احلى حاجة عملها. لو انا كنت معتبرها زي بنتي وكنت بقول لها الفلوس اهي محطوطة في الحتة الفلانية عشان لما اموت يا بنتي تبقى عارفة الفلوس، رغم ان انا مسكنة ثلاث صبيان في البيت متجوزين ومخلفين وبنتي ارملة ومقعدهم في البيت. طب كنت بعملهم زي بنتي عشان ما كانش عندي الا بنتي. وزعلانه ليه؟ وزعلانه ليه؟ ده خير. وزعلانه ليه؟ ده خير. بصي ربنا ما بيقفلش باب الا لما بيفتح باب احسن منه. انا عايز اخد الخارجه، بطلب التضامن، بطلب التضامن الاجتماعي، بطلب التضامن الاجتماعي يدوني خارجتي عشان ادفع النفقات بتاعت ولادي، لان العساكر هيجوا ياخدوهم دلوقتي. اهدي بس، ارجوكوا انصروني. اهدي بس، اهدي يا حاجه، اهدي يا حاجه. انا بس مش قادر افهم المشكله، يعني هي خلعته وخلاص الموضوع خلص ولا عامله مشاكل تاني؟ عشان عشان انا بنت مش سامعك. عاوزين النفقات وعاملين قواضع على ولادي، ولادي خايفين، واحد شغال في اداره التربيه والتعليم والتاني تاني اعمال حره. احنا عندنا قانون في البلد يا امي. ابن في التربيه والتعليم بيدفع النفقه لاولاده الاربعه، والتانيه سابت ولادها عندي، انا اللي بربيهم، انا اللي بربي. وماله، خير وبارك، على الاقل هيتربوا كويس. بص يا ست الكل اسمعيني، اهدي بس واسمعيني، هقول لك على حاجه. من سنة 64. طيب بصي بصي اسمعيني. ما تخافيش، ما تعيطيش، بس اسمعيني اسمعيني بس اسمعيني. الله يبارك لك. انا عندي 76 سنة. يا امي اسمعيني اسمعيني، الله يبارك لك. سامعاني؟ بص، اولا احنا في بلد فيها قانون، وفيها 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 بسمعك يا ابني، بسمعك. وفيها قضاء، وفيها وفيها عدل، والامور دي مش بين يوم وليلة، الامور دي هتتحل بالقانون. وبارك ان هم مشيوا، دول ما يستحملوش بيوت، لان لو استحملت بيوت ما كانتش ده مش عايزه، مش عارف اقول ايه، بس ده نقص. اصل ليه أنا التربيه بقى. لا احنا المفروض نطلع بناتنا ان على قد ما جوزك يقدر، طالما انت شايفه ان دي قدراته مقروص عليه، دي حياه تكامليه مش تكافليه. لا طبعا ده غلط، وربنا ما بيقفلش باب لما بيفتح باب احسن منه. وما تقلقيش، ما حدش هيجي ياخد عيالك غير بحكم محكمه او بالقانون يعني. فانت روحي وارفعي قضيه وشوفي الصح فين واعمليه، اسالي الناس اللي بتفهم في الحته دي. بردت قلبي. ما تقلقيش يا امي، ما تقلقيش، اهدي بس وصلي على النبي كده. ربنا يعوضي على اولادي يا ابني، ربنا يعوضي. دي حاجه سعديه، اكيد 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 في حد هيتواصل معاكي برضو من التضامن الاجتماعي. ما تعيطيش، طب اهدي. ممكن انا عاوز اوصل، انا عاوز اوصل. هنحاول نتواصل مع حد من دوت، عاوز اوصل للتضامن الاجتماعي. هنحاول نتواصل مع حد حاضر بالتضامن الاجتماعي. رد عليها دلوقتي لو حد، يعني لو حد يا جماعه برضو سمعنا يقدر يساعدها، حد يرد على يعني. طب خلينا، انا هاخد رقمك من الكنترول يا حاجه، وانا هحاول اوصلك بحد بعد الهوا. ادفعني عشان ادفع هنا وادفع هنا. طيب يعني الموضوع بس ليه قانونيه وليه اجراءات وليه شروط،
فخلينا بس نفهم الحاله كامله، وانا والله العظيم بعد الهوا هتصل بيك، هاخد رقمك من الكنترول وهتصل بيكي، وان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا يعني. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. لا مشكله، لا مشكله، مشكله جديد. مشكله بنشكر حاجه سعديه طبعا، وربنا ان شاء الله يعني ما بيسيبش حق مظلوم ابدا. أكيد. واكيد حد هيقدر يتواصل معاكي من التضامن الاجتماعي ويقدر ان شاء الله يحل لك مشكلتك بمنتهى الهدوء يا خلود. لا انا مش مصدقه ان انا لسه كنت بقول لك وجهي لهم كلمه، قولي لهم حاجه يتصرفوا ازاي في المواقف دي بدايه من بدايه الجواز. بص كل بنت بتبقى يعني انت خلاص مقبله على الجواز، لازم تبقي مدركه ان الشخص اللي انت هتتخطبي له ده ظروفه عامله ايه، يعني ظروفه الاقتصاديه مثلا مقتدر ماديا ان هو يحقق لك طلباتك، تمام ماشي اطلبي مثلا بقدر استطاعته. مش مقتدر ماديا اطلبي في المتاح، في الحاجات اللي هتقدري تتعاملي بيها، الاساسيات، الحاجات اللي هتقدري تبداي بيها حياتك. مش كل الناس اللي معاها فلوس بدات مره واحده بقى معاها فلوس، او بدات مره واحده وقفت على رجلها مره واحده ووصلت. لا ابداي في الحاجات الاساسيه، ابداي واحده واحده. حاجات كتير قوي يا جماعه البنات، يعني انا بنت وبشوف بنات كتير بتبالغ جدا في الطلبات، يعني طلبات من ناحيه الفرح وممكن تقعد اللي اتخطب 3 سنين بس اعمل اللي انا عايزاه وتضغطوا ويبقى كرود وصوت وجمعيات. كارثة. بدأنا الحياة بشيلة، بدأنا الحياة بشيلة. هو يعني بعد الجواز هو نفسه هتلاقيه خلاص مفيش، مش معاه فلوس أصلا يصرف على البيت نفسه. دي حقيقة. طب يدخل جه بعد كده هيصرفوا عليه منين برضه؟ ما دي برضه مشكلة، ولازم هي تشتغل عشان تساعده، يبقى في ضغط عليهم من كل النواحي. معانا اتصال تليفوني من فاطمة. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. عاملين إيه؟ كويسين. بتكلمينا منين يا فاطمة؟ أنا من المنصورة. أحسن ناس. أحسن ناس. بلدياتنا. انا دلوقتي الست اللي كانت بتتكلم دي صعبت عليا قوي بجد، يعني يعني المفروض ان الواحده الست تمام اللي تتجوز تكون عارفه ان هي رايحه راحه بيت ناس، مش رايحه يعني رايحه تلعب في الشارع، ده دي رايحه بيت ناس. صح صح ولا انا غلطانه؟ طبعا طبعا. خصوصا كمان ان هي يعني تمشي على حسب يعني جوزها ما هو قادر. بالظبط. وخصوصا كمان ان هي متزوجه بقى لها فتره كبيره ومعاها 4 عيال، يعني انت مش لسه متجوزه من وتروح ترفع عليه قواضي. طب ده مهما كان ابو عيالك ازاي؟ أيوة انت تروحي ترفع عليه قواضي لما عيالك يكبروا وابوه محبوس؟ هتقولي لعيالك ايه؟ هيكرهوها طبعا بمنتهى البساطه، هيكرهوها، هتبقى خسره بيتها وخسره عيالها وخسره نظره الناس ليها كل حاجه مهزله طبعا، وربنا هيبقى غضبان عليها. لا ده موضوع تاني، ده حساب تاني، ده انا بكلمك دنيا. هو الاطفال معاها مع والدتها، الاطفال قاعدين مع جدتهم المفروض. عملتي ايه في القايمه وانت بتتجوزي؟ ولا القايمه دي انا تسلم ولا اي حاجه ولا تفرق معايا، انا جوزي فارش البيت من مجاميعه وقال انا مش عايز قايمه ولا عايزك تخشي لي باي عزال. ده راجل شاري، ربنا يخليهولك. وبتجوز وده الصح، وده الصح. واحدة قبل مني ومطلقها، عياله الاثنين انا شايلهم على دماغي زي عيالي. ربنا يبارك في اللي رباكي. والله ربنا يديك الصحة. والله العظيم والله العظيم هو دلوقتي مسافر بيشتغل بره عشان خاطر ظروفنا صعبة، عشان احنا قاعدين اساسا في شقة ايجار. بقاله سنة هو ما جاش، والله العظيم مقسم لك بالله، بيقول لي انت لو معايا من زمان انا كان حلي اغنى راجل في مصر. الحمد لله. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويحفظكم. المفروض يعني الناس كلها يعني حرام، احنا اساسا في ايام ربنا ما يعلم بيها. صح. لازم نقف جنب بعض ونساند بعض يعني. شكرا يا فاطمه وشكرا على كلامك اللطيف ده. وفاطمه مثال يعني الست الاصيله. بالظبط. الله ينور يعني عليك. يعني ده مثال، خلينا نشوف تفكير البنت، في تفكير كده وفي تفكير. خليني اقول لك على حاجه. خليني طيب استاذنك، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا.